السلام عليكم أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، إن شاء الله تكون أموركم هانية. اليوم إن شاء الله غدا نحضر بريوات بورقة ديال الفيلو والسمك الأبيض. كنتمنى أن هاد الوصفة تعجبكم، وغدا ندوز دابا باش نشوفوا المقادير اللي هي بسيطة. وعندي جوج ديال البصلات كبارين مشلضين رقاق، 500 غرام ديال شامبينيون مقطع، فلفلة مقطعة مكعبات، زبرة معدنوس، زيت الزيتون، حامض مصير، ثوم، معلقة متوسطة ديال الهريسة يعني على حسب الذوق. عندي كيلو ونص ديال السمك الأبيض، يمكن لكم تعوضوه بالفيلي، سمك فيلي. عندي فلفل أحمر بودرة، كركم، ملح، فلفل أبيض، معلقة متوسطة ديال المطيشة أو الطماطم مركزة أو مطيشة الحك. عندي الثوم عفوا الزيتون مقطع ونصف حامضة. ودابا غدا ناخد السمك الأبيض، غدا نقطعو مربعات متوسطة الحجم، يمكن لكم تدخلوه الفرن يعني اختياري، يمكن لكم ديروا ليه الشرموله تدخلوه الفران. انا كندير ديك الطريقه ملي كنكون باغا ندير البسطيله ديال الحوت، كندير ليه الشرموله ديالو كندخلوه الفران. وانا غادي نصيبو اليوم بالورقه ديال الفيلو، واخا هي راها يعني صعيبه في الاستخدام ديالها بالنسبه للبريوات، كتقطع بسرعه، هي اللي لقيت موجوده وصراحه كتجي احسن من هذيك المربعه الاخرى، كتجي بحال هذه كتجي مقرمشه واخا كتهرس، المهم كتكون زوينه. ديك القرمشه ديالها ما كايناش في الورقه الاخرى ديك المربعه. وخديت المقله وضعت فيها الزيت والبصل، وغادا نوضع عليها نزيد عليها الثوم. وغادا نضيف الفلفله مقطعه، يمكن لكم تستعملوا فلفلة ألوان وتدخلوا حتى الخضار، الخيزو ولا القرعة، كيبقى اختياري. يعني أنا حاولت نكتفي بهاد المقادير اللي قليلة، يعني يمكن لكم تزيدوا. وزدت السمك الأبيض، وغدا نضيف الزيتون مقطع، غدا نوضع التوابل اللي هي الفلفل الابيض او الاسود، الملح، الكركم، يمكن لكم تضيفوا الزنجبيل، انا ما وضعتوش، والحامض المصير، الهريسه، وما تنسوا صلصه الصوجه معلقه كبيره. وهذا نخلط هذه المكونات مع بعضها حتى تنسجم. غدا نزيد نصف عصير ديال الحامضه، الحامض كيتواتى مع الحوت يعني خاص دائما يرافقه. وغدا نخلط هذه المكونات مزيان، ما تخافوش على الحوت لانني اصلا انا بغيتو يتخلط يعني باش يتفتت، لانه غليظ هذا يعني هاد الحوت يكون هبره. وغادا نحمر داك الشامبينيو يعني بوحدو، راه ما داش ليا في يعني كيحسب لي واش كنصور ما صورتوش، درتو في مقلاه مع شويه ديال زيت الزيتون والملحه وذوبتو حتى يعني حتى دبال، وزدتو على الخليط وسلقت هاد الفيرميسيل او الشعريه الصينيه، قطعتها وصفيتها من الماء وزدتها على هاد المكونات. وبعد ما نسجموا ليا هاد المكونات مع بعضهم، غادا نخليهم حتى يبردوا تماما وندوز باش نستعملهم. وغادا ندوز دابا باش نحضر الزبده اللي غادا نستعمل لهاد بريوات. ضروري تستعملوا الزبده، يعني ما ندهنوش بالزيت باش تكون مزيانه، دهنوها بالزبده من الاحسن.
باش تجي مقرمشه وتجي مزيانه. والزبده ضروري خاصها تذوب على نار مهيله ويتبخر منها داك الماء اللي فيها، يعني باش تعرفوا باللي الماء تبخر. الكشكوشه هذه كما كتلاحظوا كتقل وما كتبقاش، يعني كتختفي، يعني راه كيعني راه باللي راه يعني الماء ما بقاش. انا هنا استعملت الزبده حيوانيه، يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الزبده، وما يمكنش لكم تعوضوها بالزيت لان الزبده هي اللي كتجي مع الورقه ديال الفيلو، ماشي بحال الورقه الاخرى المربعه. الورقه ديال الفيلو مع فيها النشا ضروري خاصنا نديروا ليها الزبده. كما كتلاحظوا دايرها انا على نار مهيله كتبخر غير بشويه، الا جهدتوا عليها النار كتحرق لكم الزبده ويولي اللون ديالها اسود. ودابا غادي ندوز نشوف الورقه ديال الفيلو. نتوما عارفين باللي الورقه ديال الفيلو صعيبه في الاستخدام ديالها بالنسبه للمملحات، وهي كتجي في البقلاوه او في الحلويات هكا اللي كيجيو في الليمون، او اما بالنسبه للبريوات كتكون صعيبه، يعني الاستخدام ديالها دائما كنردوا البال لانها بالزربه كتقطع، وخاصة تغطى ضروري. يمكن لكم تستعملوا منديل يكون فازق شويه بالماء ماشي بزاف، وهو اللي تفرشوه ليها النص وتغطيوه بالنص باش هكا تبقى محافظه على الشكل ديالها. ومن بعد ما تخرجوها من الثلاجه خاصكم تخليوها تاخد الحراره ديال الغرفه باش هكا تكون مزيانه. كما كتلاحظوا بديت كنقطع فيها هكا بشكل طولي نفس الحجم، وخديت منديل وغادا نوضع فيه هاد القطع اللي صايب ديال ورقة الفيلو باش تبقى محافظة. خاص ضروري نغطيوها بسرعة باش ما تخسرش. انا وضعت هنا منديل مبلل غير شوية ماشي بزاف، وغادا ندوز دابا باش نحضر الخليط اللي غادا نسد بيه هاد البريوات. هذا عندي جوج المعالق ديال الدقيق الابيض مع القليل من الماء، غادا نخلطهم مزيان باش يولي عندي بحال الكريمه هكا ندهن بيها بريوات. اكيد كلكم عارفين هاد الطريقه، ويمكن لكم تستعملوا ابيض البيض حتى هو. كما كتلاحظوا خديت الوريقات ودهنتهم بالزبده، ولاحظوا اللون ديال الزبده بعد ما تبخرت تماما اللون ديالها كيختلف. ودرت هنا الورقات مدوبلين، درت جوج ديال الورقات، يمكن لكم تدوبلو ثلاثة او العدد اللي كتبغيو نتوما. انا هنا درت البريوات شويه كبارين، يعني هادو ماشي بحال ديال اللوز، بغيت نديرهم شويه يعني الحجم ديالهم كبير شويه. وكما كتشاهدوا راه الحشوه جات كتيره تبارك الله، يعني راه يمكن لكم غير بنوع واحد ديال السمك، ماشي بالضروره حتى يكون الكروفات او يكون الكالامار، او يمكن لكم تستعملوا غير صدر ديال الدجاج مع هذا الشيء كيجي مع الشرموله ديال الحوت بنفس الطريقه كيجي زوين، يعني بالشكل المالح ماشي بسطيله ديال الدجاج يعني ديال الحلوه، وانما هذا هو كيجي بحال الشكل ديال الحوت تماما، ماشي بالضروره حتى يكون عندنا جميع الانواع ديال الحوت. انا بغيت نبسط لكم هالطريقة، وان شاء الله غدا مازال ندير معكم بريوات بشكل اخر وبورقه اخرى ماشي الورقه ديال الفيلو، غير انا بغيت نزعمكم عليها. يعني بزاف ديال السيدات كيتخوفوا منها كتقطع عليهم داكشي، هي فعلا صعيبه، ولكن غير تبعوا طريقه اكيد ما غاديش تخسر لكم. وكما كتشاهدوا البنات هنا بديت كنصيف في البريوات، يعني ما كتهرش، يعني
مادام درت لي هذاك الزيف المبلل. صراحة انا في الاول كنت كنلقى فيها صعوبة، ودابا الحمد لله وليت كنقدر نخدم بيها هكا البريوات بسيطلات. هي كتجي القرمشة ديالها زوينة، غير هي بالزربة كتشقق، يعني ما كتبقاش قابطة في راسها، ولكن القرمشة اللي كتجي فيها هي ما كتجيش في الورقة الاخرى. كندهن بالزبدة وكنوضع الحشوة، كنغلقها بالخليط ديال الدقيق والماء، انا كنستعمل الدقيق والماء لانني ما غاديش نقليهم، يعني غادي نديرهم غير في الفران كما كتشاهدوا. كناخد الحذر، كنجبد الورقة وكنغطي في نفس الوقت. وهذا هو الشكل ديال البريوات ديالي كما كتشاهدوا. بعد ما ساليت البريوات دهنتهم شوية ديال الزبدة ودخلتهم الفرن. كنتمنى هذه الوصفة تعجبكم، وما تنسوش البنات تبارطاجيو الفيديو ديالي وديروا لي لايك، وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم. بالسلامة عليكم.